حسام، عندنا 3 أسئلة، تجاوب 2 بتحكم علي، تخسر في 2 بنحكم عليك، وأنا وياك نفس الأحكام. موافق؟ موافق طبعا، بدون تدخل خارجي عشان تشوفوا وتضحكوا عليه. السؤال الأول، شو يعني برجوازية؟ برجوازية هي أخذناها بس الله الكريم، وانت تجيني هسه اليوم المحتاية، روح امشي من قدامي. برجوازية، انت عيدها وخلص ما عليك. برجوازية، برجوازية، برجوازية سيدي الانفتاح زيادة عن اللزوم. يا عم انت الجودة. برجوازي انحيازي يعني بهالدوائر هاي، اللي هي طبقة طبق طبقة الأغنياء زمان. مظبوط. برجوازية اللي هي الطبقة العليا، طبقة الأغنياء كانت، واللي هم كونوا شايفين حالهم. أخذنا بالثقافة. اللي هو فرق بين معاملة بالطبقات. برجوازية يعني اللي بيكون شايف حاله فوق الكل. من اللي قتل البحر الميت؟ لا قوية. اللي كانت تغني عنده. الفيديو هاي اللي بتغني. اسمع يا بحر وانبهر. من قتل البحر الميت؟ هم لوط قتلوه. هم لوط كثروا عليه. اه وغدر القصه صارت. اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ مين اللي قتل البحر الميت؟ ما جلطة. مين قتل البحر الميت؟ مين قتلوا الملح؟ ايه ملح. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. الله يرحمه، انتحر. السؤال اللي بعده، كم عدد الدول العربية بدون مصر واوزبكستان والصين؟ والله ولا حد. لا الان الان والله والله انت معانا. كم عدد الدول العربيه بدون مصر والاردن والصين؟ بدون ايش؟ مصر والسعوديه والصين. مصر والسعوديه والصين اساس اني اعرف نقول هنا اصلا. 20. هم قديش اصلا؟ بقول لك 15. 15 يعني اكثر شوي. 17. بدون مصر بدون مصر والسعودية واللبنان. هسه كانوا شو؟ المهم ثلاث، مصر والسعودية ولبنان. اه هسه الخليج تعتبره انت دولي ولا بالامارات لا لا لا، انت دول عربية، دول دولة. كم عدد؟ 4. كم عدد الدول العربية بدون مصر والسعودية والصين؟ 20. 20. انا معجب بيك جدا يا طه. كيف ممكن تقف انت وصاحبك ورا بعض؟ كيف ممكن اقف ورا بعض؟ انت وصاحبك ورا بعض. 2000 years later. اسالني اسئله معقوله واحد يفكر فيها. كيف ممكن تقف انت وصاحبك ورا بعض؟ يعني صاحبك يقف وراك وانت تقف وراه، كيف؟ المراي. شكلك فاهم يا نصه ضابطه. بدون واحد يكون ظهورنا بعض. ايه ظهورنا بعض. انا عليه اول واحد بجاوبها طبعا. كيف ممكن تقفي انت وصاحبتك ورا بعض؟ يعني انت ورا صاحبتك وصاحبتك وراكي بدون اي حدا تعرف. اسهل اسئله. عادي سهله يعني، فكري فيها. لا لا مو سهله. عادي انا قدام صاحبي وراي. طيب صاحبك كيف بده يكون وراك؟ عادي واقف وراي. كيف تزبط هاي؟ عادي. طيب برجيني الطريقه. أنا وياك مع بعض. كيف الطريقة؟ ولا أنا مش صاحبك أنا بزبطش. لا صاحبي. هسا أعطيك رقمي كمان. أعطيله. أين تقع السفارة الأردنية؟ في الأردن. هاتوا لي الكلب ده. احمل صاحبك وامشي. تعال. الحمد لله خفيفة. تعال. احكي جملة باللغة العربية الفصحى. شو عملت اليوم؟ استيقظت الساعة 9 صباحا. تمام. ثم قابلت ابن خالتي واتيت معه الى الجامعة. تمام. وماذا فعلتي في الجامعة؟ اكلت دوالي. احكي لك اخر رسالة بتلفونك اقراها. طيب على المسنجر. نقراها كلنا. نقراها مع بعض.
بالحج بعثت له الله يخليه اياها، بتقول لك بعثت له صوره بقولها لقيته، والله ابصر شو اللي لقاه. قال لي الحمد لله لقيت نص ديني حبيبي. حبيبي اضبط 10. لا اضغط 10. لا اضغط 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 8. ما انت بتلعب في نادي حديد قوم اطرب له بصوتك باذن. فخلص راح علينا الحكم. طب استنى 5 دقائق كله. زغرت بالجامعة اطربنا بصوتك. انا كل ما نويت انساك لك الذكرى ترجعني، وانا يلي احبك واشوفك. رن على امك تلفون قولي لها اليوم انا مروحه بدي شاتلي. يا امك كيفك؟ اهلين يما. اسمع بدي احكي لك انه انا اليوم بدي اروح، انا ما راح اقدر اجلي. ايه اليوم راح اروح، انا ما راح اقدر اعمل اشي بالبيت. والله مش الله من وين انتي؟ ماشي ماشي. تمام خلاص يلا نقلعي.